مرحبا، أكلتنا اليوم هي أكلة موصلي وهي العقوق على طريقة الوالدة، وهي من أشهر أكلات الموصل، وسبق وعملنا العقوق وكانت الوصفة كثير ناجحة وطيبة بنفس الوقت. راح أترك لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف، اللي ما غشع الوصفة الأولى يروح يغشع الوصفة، واعطوني رأيكم بالوصفة اللي عجبتكم أكثر. وبصراحة الوصفتين كثير طيبين. راح تكون وصفة اليوم عجينتها مختلفة عن الوصفة الأولى، وكثير سهلي وأقل تكلفة وطيبة كثير، بس تتبعوا الخطوات خطوة بخطوة وتكون طريقتها ناجحة ومضبوطة 100%، وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسون اللايك، وإذا كنتم جداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. نحتاج 5 كواب جريش، وكوبين نعمة البرغل أو برغل ناعم، قستوهم بكوب القياس، ومعلقة أكل ملح ونخلطهم. وبالبداية نضيف 3 أكواب ونص ماء ونغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة، وتبقى كمية الماء حسب نوع الجريش. بعد ربع ساعة راح نعرف إيش قد راح نحتاج لماء. وبهذا الوقت نحضر الحشي. للحشي نحتاج 1.25 كيلو لحم مثوم. نثغم اللحم ناعم بالسكيني، و200 غرام لية مثوم ثغم ناعم بالسكيني، و5 بصلات حجم وسط، بصل أحمر مثوم ناعم، وطماطين حجم وسط مقشرين ومثومين ناعم، وكرافس مثوم ناعم، وفليفلة خضراء حادي مثوم ناعم، وتبقى الحدادي حسب الرغبة بس تعطيها طعم كثير طيب، وملح حسب الحاجة، ومعلقة شاي فلفل أسود، ومعلقة أكل معجون طماطة، ونخلطهم. وبعد ربع ساعة نفكفك العجين ونتأكد إيش قد يحتاج ماء بعد. أنا ضفتو له 1/2 كوب ماء، يعني كمية الماء اللي ضفتوها 4 أكواب، وتبقى كمية الماء حسب نوع الجريش. يمكن تحتاجون مثلي 4 أكواب أو شوية أقل أو شوية أكثر. ونضيف معلقة أكل معجون طماطة، و4 معالق أكل زيت، ونعجنه ونشكله مباشرة. نقطع العجينة بالحجم اللي يناسبنا. ونغطي القطع بالنايلون حتى لا ينشف العجين من نشتغل بها. نحتاج نايلون نمد العجينة عليها، وشوية ماء على النايلون. الماء ما يخلي العجينة تلزق بالنايلون، وبسهولة تنمد العجينة. وشوية ماء على الطبقة الثانية من النايلون، ونمد العجينة بالشوبك، وناخذ من وسط العجينة إلى الأطراف، وتنمد بكل سهولة بهذه الطريقة. نرفع طبقة النايلون وتكون سماكة العجينة وسط، لا رقيقة ولا ثخينة بهذا الشكل، وشوية ماء على غطاء الدست ونقطعه. ونكرر الخطوة ثاني مرة بنفس الطريقة، ونوزع الحشي بشكل متساوي وما نترك فراغ بهذه الطريقة، وتكون الحشي بعيدة عن الحيفة 1 سم.
ونغطيها بالقطعة الثانية من العجينة، ونطلع الهواء منه ونقفل الحوافي بهذه الطريقة. وإذا تريدون تخزنون العروق بالمجمدة، لا تشيلون النايلون من فوقه، يبقى النايلون عليها وجه وظهر وتخزنوها. وإذا ما نخزنها نرفع طبقة النايلون. هذه الطريقة الثانية اللي نمدها بالشرح. نحتاج ورق الشمع وندهنه بشوية زيت حتى تكون العجينة ثابتة من المدة، وشوية زيت بأسفل الشرح حتى تكون ورقة الشمع ثابتة وما تتحرك من مد العجينة، ونمد العجينة عليها بالتساوي، وتكون همينة طريقتها سهلة كثير، تنمد بكل سهولة، ونحاول نمدها بشكل متساوي حتى تكون سماكة العجينة متساوية. ونوزع الحشي بشكل متساوي وما نترك فراغ بهذه الطريقة، وتكون الحشي بعيدة عن الحيفة سنتيم واحد. وبعد ما وزعنا الحشوي على الوجه، راح نمد العجينة اللي نخليها على الوجه حتى تكون سماكة العجينة متساوية ومرتبة. ونرفع طبقة النايلون، ونقطع العجينة على شكل مربع، أما بسكيني أو بغطاء دست على شكل مربع. نرفع طبقة النايلون، وإذا كان أكو نقص نكمل بقطع من العجين بهذه الطريقة، أو تقطعون العجينة بنفس حجم الشرح تكون أضبط. نحتاج لدهن الوجه معلقتين أكل معجون طماطم وأربع معالق أكل زيت، ونخلطهم. وإذا تحبون يكون لونه أخف ضيفوا له أربع معالق أكل ماء. ونحطها على ايدنا ونشيل طبقة النايلون، ومباشرة نحطها بالشرح على ورق الشمع. وبالنسبة للشوي تكون درجة حرارة الفرن وسط، ويكون الشوي من الاسفل بس، ومن يستوي الاسفل نعلق الوجه حتى يستوي اللحم اللي بداخله. واذا كان عندكم الفرن يعلق الاسفل والوجه بنفس الوقت، من يستوي الاسفل نصعد الشرح طبقة لي فوق، ونخلي الشرح الثاني على الاسفل، وهكذا نخلص اسرع. وبس نطلعها من الفرن مباشرة ندهنها بالزيت حتى تكون طرية وتعطيها لمعة. وهذه كانت أكلتنا اليوم، عروق الموصل، سهلة وطيبة كثير. وإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. وإذا كان عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات أجاوبكم، والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. وألف عافية.